معاناة ما يقرب من 6 أعوام من حصار الحوثي لمدينة تعز لن تنمحي مع مرور الأيام والسنوات، بدليل هذا المعرض الذي اختصر المعاناة في نفوس السكان والكلفة الكبيرة التي يدفعونها كل يوم، بداية من طالوق وانتهاء بالطرق البديلة عبر الجبال والأودية والمديريات. فكوا الحصار عن تعز، العالم أجمع لا يفهم اللغة العربية ربما، ولن يستطيع ربما أن يقرأ فكوا الحصار عن تعز، لكنه سيقرأ هذه الألوان، سيفهم ما معنى الحصار، ما معنى طالوق، ما معنى الدحي، ما معنى أن هذه المدينة عانت وما زالت تعاني. هذه اللوحات تجسد هذه المعاناة، نتمنى أن تصل الرسالة. الطريق جدا متعب جدا، كنا زمان نقف في ساعتين بكثير، الآن 8 ساعات أنا في الطريق أو 7 ساعات بكثير يعني. الطريق وعر جدا الحمد لله، لكن وصلنا بعد صعوبة كبيرة. قصص إنسانية مفجعة ومؤلمة خلفها الحوثيون بحق أبناء مدينة تعز، وما هذه الصور إلا انعكاسا لعيش مئات الآلاف من المواطنين خلال 6 سنوات من الحصار. تعز تعيش وضع استثنائي، الكل يعرف الظروف المحيطة بهذه المدينة اللي ما زالت تعاني حتى الآن منذ يعني 7 سنوات من الحصار والقتل المستمر، كان آخرها طبعا الجريمة الشنعاء اللي حصلت على مستشفى الأمل. الجريمة الاستثنائية هذه اللي تكشف حجم الحقد الذي يبثه الحوثي تجاه المدينة. طبعا نحاول أن نعيش. الحصار في صور، تاريخ رسم بالألوان، لذا لن تزول من ذاكرة الأجيال وستنقل معاناة السنوات للمستقبل كوصمة عار في جبين الميليشيات. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.